نالفير واخر الاخبار الرجويه لهذا اليوم. السلام عليكم ورحمه الله. اول خبر هذا اليوم البطوله بعنوان الرجاء جنازيم امام ريال بيتيس في الدقائق الاخيره، وفي محتوى الموضوع نهزم نادي الرجاء الرياضي مساء امس الاحد امام ضيف ريال بيتيس الاسباني بهدف 0 في المباراه اللي احتضنها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وامام مدرجات شبه ممتلئه ظهرت العناصر الرجويه بمستوى جيد خاصه خلال الشوط الاول، وهدد الفريق الاخضر مرمى الفريق الاندلسي في اكثر من مناسبه عبر كل من ايوب ناناح وسفيان الرحيمي، ونجح ريال بيتيس في حدود الدقيقه 88 من توقيع هدف الفوز عن طريق راسيه مركزه من اللاعب راول غارسيا دوارو، واعلن بعدها الحكم نور الدين الجعفري على نهايه المقابله. وكتندرج هذه المباراه في اطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، وكتبقى المباراه الوديه الاخيره لفريق الرجاء قبل دخول غمار المنافسه الرسميه عبر بوابه دوري ابطال افريقيا في 10 من الشهر الحالي لحساب الدور التمهيدي للعصبه، اذ غيواجه فريق بريغاما يونايتد الغامبي، بحيث غيتجرى الذهاب في ملعب بريغاما في حين مباراه الاياب بالمغرب بعدها باسبوعين. ثاني خبر من 360 سبور بعنوان جمهور الرجاء يودع الحاج بتيفو رائع، وفي محتوى الخبر ارفع جمهور الرجاء الرياضي لكرة القدم وودع من خلاله العميد الحاج بعد سنوات كثيره من العطاء رفقه القلعه الخضراء، تيفو اللي ارتأت مجموعه المكانه انه يكون كاربون محبه للمدافع الرجاوي الحاج، بحيث كتبات في المضمون ديالو لو فيدال اي الوفي باللغه العربيه. مضمون تيفو كان في محله بحيث ان محمد الحاج 32 سنه ما عمره لعب في شي فريق من غير الرجاء الرياضي. المدافع الرجاوي تدرج في جميع الفئات السنيه للنسور الخضر ورفض كل العروض المقدمه ليه وفضل يواصل مشواره لغايه الان، وكذلك سمح في مبلغ كبير كيدين به الفريق الرجاء عبر مكاتب سابقه، وفضل يوافق على فسخ العقد ديالو بالاضافه للتنازل على بعض المنح الخاصه بالمباريات وكذلك جزء كبير من منحه التوقيع. خبر اخر بعنوان بانون يعيد الجماهير الرجاويه بتحقيق لقب العصبه وكاس العرب، وفي محتوى الموضوع قبل ما يبدا اللقاء الودي اللي جمع فريق الرجاء الرياضي بفريق ريال بيتيس الاسباني، خدع عميد النصر الخضر المدافع بدر بانون الكلمه ووعد الجماهير الرجاويه بتحقيق لقب عصبه الابطال الافريقيه والبطوله العربيه، وان اللاعبين غيتقاتلوا على القميص اللي كيحملوا وغيديروا كل ما في جهدهم باش يكونوا عند حسن ظن الجماهير الرجاويه. الوعود اللي تفاعلوا معها الجماهير بشكل كبير بحيث كيتسناو من النصر موسم استثنائي بتحقيق اكبر عدد من الالقاب الممكنه خصوصا البطوله الوطنيه وعصبه الابطال الافريقيه اللي غابوا بزاف على خزينه الرجاء الرياضي، وكتطمح اداره الفريق الاخضر باش تحققهم بعد ما حققت الموسم الماضي لقب الكاف اللي كذلك كان غاب على الخزينه من سنه 2003. هاد العام سيوعدكم الصحراء انا غادي نتقاتلوا على التونين، غادي نحقق لكم تشامبيونز ليغ ان شاء الله، غادي نحقق لكم كوبارا، غادي نديروا مجهودنا باش نكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. خبر اخر بعنوان زهير فضال جمهور الرجاء عالمي ولاعبو بيتيس ما فهموا والو، وفي تصريح المدافع ريال بيتيس الاسباني زهير فضال لاحد المنابر الاعلاميه بحيث بعد نهايه اللقاء الودي اللي جمع البارح الرجاء الرياضي بفريق ريال بيتيس الاسباني، صرح المدافع المغربي بان جمهور الرجاء عالمي بحاله بحال الفريق الاخضر، وقال بالحرف ان الجمهور ديال الرجاء 10 على 10 وكما كنقولوا الرجاء فريق عالمي فراح حتى الجمهور ديالو عالمي واللاعبين الرجاويين حتى هما في المستوى. وزاد زهير فضال ان اللاعبين اللي معاه في ريال بيتيس قالوا ليه باللي جمهور الرجاء شي حاجه كبيره، اللاعبين سبق لهم لعبوا في فرق كبار وقدام هذا الجمهور ما فهموا والو، وعجبتهم بزاف طريقه تشجيع الجمهور الرجاوي اللي ما كيملش من التشجيع المتواصل ودفع الفريق ديالو للقيام بهجمات بحماس رهيب. خبر جديد بعنوان الرجاء ينعش خزينته بمداخل لقاء بيتيس، وفي محتوى الموضوع ذكر الصحفي الرياضي جمال الصيفي انه انطلاقه موفقه لعمليه بيع التذاكر عبر الانترنت اللي دشناها فريق الرجاء امس مباراه بيتيس الوديه، بحيث تم بيع 35200 تذكره خاصه بلقاء ريال بيتيس الاسباني، من ضمنها 20% تم بيعها عبر الانترنت، مع الاشاره ان الرجاء كيتوفر على 7000 مشترك. الرجاء ربح امس على عده اصعده، تقنيا باختبار لاعبي امام منافس محترم، وماليا بحصول على مداخل ماليه مهمه، وتسويقيا وتنظيميا على مستوى بيع التذاكر عبر الانترنت، وانسانيا في تكريم اللاعب محمد الحاج اللي حمل قميص الفريق الاول لازيد من عقد من الزمان. خبر اخر بعنوان مدرب رجاوي سابق قريب من تدريب المنتخب المغربي، وفي محتوى الموضوع اقترب المدرب البوسني والرجاوي السابق وحيد هاليلوزيتش من تدريب المنتخب المغربي خلفا الفرنسي هيرفي رونار، بحيث فسخ العقد مع نانت الفرنسي لتولي تدريب الاسود،
وحيد علي لوزيتش سبق ليه ودرب فريق الرجاء الرياضي بتوصيه من المدرب الفرنسي هوري ميشيل اللي سبق ليه كذلك تدريب النسور الخضر وكان مدرب المنتخب الوطني انذاك. وحيد علي لوزيتش حقق مع الرجاء الرياضي جوج ديال الالقاب واللي هما عصبه الابطال الافريقيه سنه 1997 بعد ما فازوا على فريق جولدفيلدز الغاني بضربات ترجيح، ولقب البطوله الوطنيه سنه 1998 بعد صراع على اللقب مع فريق الكوكب المراكشي. خبر جديد بعنوان الرجاء يطلب تغيير موعد مباراته بالبطولة العربية. وعلمت جريدة الأحداث أن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم طلب تغيير موعد مباراته ضد هلال القدس الفلسطيني برسم ذهاب الدور الأول للبطولة العربية للأندية بسبب تزامنها مع لقاء المنتخب الوطني المحلي ضد الجزائر برسم ذهاب الدور الفاصل المؤهل كأس إفريقيا للاعبين المحليين المقرر في 2020، وكيجي طلب تأجيل باش يتمكن الرجاء من الاستفادة من خدمات جميع لاعبيه في المباراة العربية. وتوقع مصدر مسؤول باش يبادر الاتحاد العربي لكرة القدم بالتشاور مع هلال القدس الفلسطيني بهدف الاستجابة لطلب الرجاء الرياضي، خصوصا انه كيراهن على توفير الظروف الملائمة امام جميع الاندية لانجاح المسابقة اللي كيتخصص الفائز بها من حمالية محددة في 6 مليار الى جانب تكلفه بجميع المصاريف النقل وتنظيم اللقاءات. من جهة اخرى طلب الاتحاد العربي لكرة القدم التوصل بلوائح الاندية المشاركة في النسخة الثانية للبطولة العربية قبل من 10 غشت الحالي، مع السماح للفرق بإمكانية إضافة لاعبين جدد أو تغييرهم حتى الـ 25 شتنبير القادم، على أن تفتتح الفترة الثانية لتسجيل لاعبين بالتزامن مع الميركاتو الشتوي المقرر في دجنبير ويناير المقبلين. خبر جديد بعنوان حمزة الفيلالي محيح مع جمهور الرجاء في لقاء بيتيس. ونشر الفنان الكوميدي حمزة الفيلالي فيديو على حسابه الخاص موقع التواصل الاجتماعي انستغرام وهو كيغني مع الجمهور الرجاوي الأغنية الرجاوية دالي كامبيون في اللقاء الودي اللي جمع الرجاء الرياضي بريال بيتيس الإسباني. خبر اخر بعنوان الحفيظي رفقة ابن بودريقة خلال لقاء الرجاء وبيتيس. وفي محتوى الموضوع عرف اللقاء الودي اللي جمع فريق الرجاء الرياضي بفريق ريال بيتيس الاسباني تواجد المايسترو عبد الاله الحفيظي اللي كثرت عليه الاشاعات مؤخرا بخصوص توقيعه لفريق خليجي. الحفيظي تفرج في اللقاء الودي على مقربة من ابن الرئيس الرجاوي السابق محمد بودريقة اللي ما فوتش الفرصة والتقط صورة مع اللاعب عبد الاله الحفيظي واللي اكد لي انه مازال مستمر مع النسور الخضر لمواسم اخرى، وان الكلام اللي تقال بخصوص رحيله من فريق الرجاء صوب الدوري القطري هو مجرد إشاعات. اللاعب الآن في الفترة ديال الترويض وقريب إن شاء الله يرجع للتدريب مع المجموعة الرجاوية ويحقق الألقاب مع الفريق في هذا الموسم الاستثنائي اللي غيخوضوه النسور باللاعب على عدة واجهات. نمروا معكم لفقرة ميركاتو الرجاء وشنو قالوا المنابر الإعلامية على الميركاتو الرجاوي. خبر بعنوان هذا الأسبوع قضية مالونغو ستعرف الجديد. وفي محتوى الموضوع قالت مصادر مقربة من إدارة الفريق الأخضر أنه منتصف هذا الأسبوع غادي توصلوا البطاقة الدولية من عند الفيفا بهدف مشاركة المهاجم الكونغولي مالونغو في الاستحقاقات اللي غيخوضوها النسور الموسم الحالي. وغيعلن فريق الرجاء الرياضي على أن مالونغو رجاوي لمدة 3 سنوات بحيث أن العقد ديجا توقع بين الطرفين وكينتظروا فقط توصل البطاقة الدولية المؤقتة من عند الفيفا بحكم أن مازيمبي الكونغولي رفض يرسل البطاقة الدولية لفريق الرجاء وكيزعم أن مالونغو مازال مرتبط معاه بعقد، في حين أن المهاجم الكونغولي كيقول أنه أصبح لاعب حر وما بقى كيربطو حتى عقد مع مازيمبي. نتسناو شنو غيسفر عليه هذا الأسبوع مع العلم أن اللاعب بدا كيخوض التدريب ديالو مع المجموعة الرجاوية وكان حاضر البارح في المدرجات خلال لقاء الرجاء الرياضي وبيتيس الإسباني. كان هذا آخر خبر في جورنال فيغ لهذا اليوم، في أمان الله ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو.